فيها كرة لصالح فريق الوحدة، مراد باتنا يحاول محاولة المرور، فيها كرة العرضية في مكان جول. تيغالي تيغالي يسجل الهدف الأول في هذا اللقاء. فيها نقلة أمامية، فيها محاولة، كايو الخطير، فيها تسديدة. يعدل النتيجة في هذا اللقاء. حاول التقدم من الأمام، فيها كرة في مكان، خطيرة خطيرة خطيرة. هل نشاهد الثاني؟ الله، جول! الوصلاوي يسجل الهدف الثاني في هذا اللقاء. الإمبراطور يدون في هذه الأمسية مع الهدف الثاني عن طريق اللعب كايو كايو كايو، يسجل الهدف الثاني في هذا التوقيت. الله على فريق الوصل، يقلب الطاولة في هذا اللقاء ويسجل هدفين. ونشاهد الآن كايو يسجل الهدف الثاني في هذا التوقيت. شايف المرور الجميل مع اللاعب سالم العزيزي، وأيضا الكرة المثالية والكرة اللي لعبها اللاعب كايو يسجل الهدف الثاني في هذا اللقاء. الإمبراطور الآن يتقدم بهدفين مقابل هدف واحد حتى هذه اللحظة. هنا المحاولة، جوجك فيها تسديدة، والمحاولة، الله! العنابي الآن يعدل النتيجة، يعدل النتيجة، هدفين لهدفين. وأيضا تيغالي، تيغالي يعدل في هذا التوقيت. لكن شايف الكرة الماضية والمحاولة اللي كانت حاضرة، وأيضا التسديدة القوية، لكن المتابعة اللي كانت حاضرة أيضا مع اللاعب تيغالي لعبها الكرة. لكن هنا المحاولة والكرة مستمرة الآن، فيها محاولة وبعد الحارس المرمى، فيها دربكة، فيها كرة في مكان جول. الوحدة الآن يسجل الهدف الثالث في هذا اللقاء، هدف التعادل. كرة الآن ملعوبة، العزيزي في مكان، هل في التعادل؟ الله! لا 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 لا! مباراة تشاهد فيها أشياء كبيرة، والعزيزي العزيزي يسجل هدف الآن. ميد يوسف في المتابعة، تيغالي الآن الركلة الأولى، فيها تصدي، ركلة مهدرة الآن، والتصدي أيضا من حارس المرمى يوسف الزعابي يتألق في هذا اللقاء. كايو وحارس المرمى، كايو الآن ملعوبة، يسجل الآن فريق الوصل مع الركلة الأولى. نشاهد ونتابع، وريم أيضا يحاول، فيها كرة، يسجل الآن، يسجل مع الركلة الثانية لصالح فريق الوحدة. نشاهد ونتابع، يسجل هذه الركلة، هذه الركلة الثانية، فابيو ديليما ومحمد الشامسي. نشاهد ونتابع، فيها كرة، يسجل الآن، يسجل الآن فريق الوصل الركلة الثانية مع اللاعب فابيو ديليما، والأفضلية الآن لفريق الإمبراطور الوصل. نشاهد هذه الركلة الثالثة، فيها كرة، يسجل الآن، يسجل فريق الوحدة هذه الركلة مع اللاعب مراد باتا الشامسي. نشاهد ونتابع، هذه الركلة الثالثة لفريق الوصل، يسجل الآن مع هذه الركلة الثالثة، والأفضلية حتى هذه اللحظة مع فريق الوصل. محمد صالح المنهالي، المنهالي، وهنا الكرة، يسجل الآن، كان قريب حارس المرمى يوسف الزعابي. وأيضا هذه الركلة تسجل، الركلة الرابعة عن طريق اللاعب محمد المنهالي. نشاهد ونتابع، عبد الله صالح
في كرة يسجل الآن بهذه الركلة، وحتى هذه اللحظة الوصل بهذه الركلة أيضا سجل الركلة الرابعة والركلة الإيجابية الآن مع فريق الوحدة. جوجك الآن في كرة، جوجك يلعبها في الجهة أيضا اليسرى على حارس المرمى، وهذه الركلة أيضا تسجل. نشاهد هذه الركلة الحاسمة في مباراة مثيرة حقيقة، في مباراة مثيرة نشاهد الآن الركلة الحاسمة، وعبد الله النقبي اللي قدم مباراة كبيرة، وحارس المرمى محمد الشامسي كرة الآن الركلة الأخيرة، النقبي والشامسي نشاهد الآن للوصل الإمبراطور في كرة الوصل الآن بهذه الطريقة يصل إلى المباراة النهائية، لأغلى الكؤوس، الوصل في ملحمة كروية وفي مباراة مثيرة، وأيضا الإثارة كانت حاضرة مع الركلات الترجيحية، الوصل مع الركلات الترجيحية إلى المباراة النهائية بهذه الركلة الأخيرة مع اللاعب عبد الله النقبي الآن يصنع الفرح لجمهور الوصل، لجمهور الإمبراطور، لجمهور الفهود.